وهلا على فقرتنا الثانية لليوم رشا، فقرة كتير مهمة. تعتبر السمنة أو البدانة عند الأطفال حالة طبية خطيرة ومشكلة عالمية، بتعني زيادة وزن الطفل عن وزنه الطبيعي نسبة لعمره ولطوله، وتسبب له ممكن مشاكل نفسية، يعني ممكن يتعرض الطفل للتنمر من رفقاته بالمدرسة أو من المحيط اللي عايش فيه، ممكن تأثر على مستقبله، حتى بتسبب قلق كتير للأهل ما بيعرفوا كيف ممكن يتعاملوا معه، وخصوصا رشا بمرحلة المراهقة. أكيد ليلى، هلأ هذا الموضوع مهم، بس للأمان يعني الطفل العجعوج ما في أحلى منه، يعني هو ملفت للنظر لأي شخص حتى للأهل. يعني أنا من الأشخاص اللي بحب الطفل هيك العجعوج، هلأ حلو الطفل يعني العجعوج رشا، بس ما يكون بس حالي مرضية أحياناً ما بيكون يعني الأهل منتبهين، ببلش عجعوج سمين بعدين ببلش بيضل يوصل لمرحلة المراهقة، بتصير الموضوع يتفاقم أكثر وأكثر. أكيد يعني ليلى، ذكرتي موضوع التنمر وهذا الموضوع كثير مهم. أحياناً الأهل نفسهم هن بيكونوا أصحاب التنمر على هذا الطفل، والإخوة بالبيت صحيح الواحد يعني، وهذا المثال من الواقع يعني لك كرش معجعج دبدوبة دول قصص يعني. هاي الآثار النفسية أكيد حتأثر بهذا الطفل بمرحلته العمرية وللمستقبل. اليوم رح نضوي على أسباب السمنة. أحيانا بيكون القصة يعني صحية، في خربطة هرمون وراثية، رح نحكي عن هذا الموضوع أكثر، أهم الأسباب ورحلة العلاج. وضيفتنا لليوم من دير عطية وهي الأخصائية التغذية روعة التجار. سعد صباحك يا روعة. صباح الخيرات، أهلا وسهلا فيك. اليوم كنا عم نقول ضيوفنا مشكلين من جميع المحافظات السورية، فأول شيء كيفك؟ الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الوضع منيح بدير عطية؟ هلا بالمناسبة أنا عايشة بالشام والله، لكن بدير عطية وأنا درست في جامعة القلمون، بس الفكرة أني أنا عايشة بالشام يعني، بس من دير عطية. أهلا وسهلا فيك. من الشام. أكيد تحياتنا لكل أهالينا بدير عطية. خلي لي قلبك. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. أهلا. بداية خلينا نعرف شو هي البدانة عند الأطفال. تماماً، سؤال كتير حلو، لأن نحن دائماً بيصير في عنا أحياناً خلط بين زيادة الوزن والبدانة. ممكن مثل ما ذكرت أنه هو الطفل فعلاً يكون وجهه طفح لكن هو ما عنده بدين أو ما عنده زيادة وزن، ممكن الحالة المعاكسة هو وجهه نحيف لكن جسمه ناصح. صحيح. نحن الطفل ضروري جدا ناخذ وزنه وطوله مثل ما ذكرتي، نحسب شيء اسمه البي ام اي اللي هو مشعر كتله الجسم اللي هو الوزن على مربع الطول بالمتر. هلا هذا الرقم اللي احنا بناخده نحن الكبار كمان بناخده، لكن معايير الطفل هي مختلفه عن معايير الكبار. نحن ناخذ الرقم وبنقسطه على شيء اسمه سي دي سي شارت اللي هو جدول بيورجيني او مخطط بيورجيني الطفل وين مكانه. اذا كان الطفل فوق ال 85% يعني نسبة الرقم اللي طلع فوق ال 85 فهو بيعاني من زيادة وزن، إذا كان فوق ال 95 فهذا قطعا هو بيعاني من بدانة. هذا هو أهم مشعر لحتى نحن نشتغل عليه. يعني كتير أحيانا ممكن يطلع البي ام اي عند يعني أنا مثلا ممكن يطلع البي ام اي 25 جيت حسبت الرقم، هلا نحن عنا ككبار هو يعتبر زيادة وزن، لكن عند الأطفال حسب المخطط ممكن يطلع بدانة. فهذا الشيء بيحكم الوزن الطول والعمر، يعني نحن العمر على أساسه نحن بيتم إسقاطه على جدول، فضروري جدا نحن ننتبه لهذا الموضوع، لأنه أنا بزماتي كتبت مقالة الوجه المملوء لطفلك لا يعني الصحة دائما. نحن دائما بنشوف بإعلانات الحليب بالإعلانات اللي لها علاقة بالأطفال بيحطونا طفل وجهه مدور، نحن بننبسط دائما بنقول إنه هذا الشيء صحي، لكن هو ممكن يكون هو عن جد. أنا من الأشخاص وقت اللي قبل ما أدخل بعالم التغذية وأدخل خاصة ببدانة عند الأطفال ومخاطرة، كنت حب إنه هيك الطفل معجعج، لكن هو فعلا طلع إنه هو شيء كتير خطير وغالبا بيضل معه لحتى يصير كبير. تماماً، هون المشكلة البدانة وقت احنا تأسس بالعمر صغير صعب نروح عليه. كونك عم تذكري موضوع الخطورة، خلينا نحكي اليوم عن أهم المخاطر اللي ممكن تصيب هذا الطفل بالمرحلة العمرية بسبب زيادة الوزن. تماماً، سؤال حلو ليه، لأن احنا في كتير أمهات بيقولوا أنه بكرة هذا الوزن اللي هيروح بالطول. أكيد ما لح يروح بالطول، ما له علاقة. تماماً، لأنه نحن عنا المخاطر هي يعني أنت تخيلي اليوم أن احنا في عنا مثلاً بنت تقريبا صف تامين يعني عمره بحدود ال 14 سنه بتاخذ دواء ضغط، فبالتالي انه هو زياده الوزن او البدانه ممكن تكون سبب لارتفاع التوتر الشرياني. ممكن يكون انه في عندي طفل عمره 12 سنه بيعاني من تشحم الكبد، فممكن يصير في عنا تشحم بالكبد. الاهم من هيك كلياته انه نحن التنمر اللي عم يتعرض له الطفل، الحاله النفسيه السلبيه، فنحن بالتالي وقت اللي عم نكون عم نخفف من وزنه عم نخليه يكون إنسان قادر على الإنجاز،
فكل ما كان الطفل قادر على الإنجاز فأنا بكون عم ساعد حتى بناء طفل وشخص بالمستقبل شخص سوي خالي من الأمراض. أمراض القلب، السكري نوع ثاني، نحن بنسمع عند الأطفال سكري نوع أول، سكري تايب 1 اللي هو معتمد على الإنسولين، بينما عم نشوف حالات نتيجة البدانة أنه هو عم يكون عم ياخد الخافضات الفمومية، فبالتالي هو غالبا سكري نوع ثاني ممكن يوم الأيام يتحول لإنسولين. فالمخاطر كثير كبيرة إذا صحيح. بدنا نعدها ممكن تكون مشاكل على مستوى الجسد وعلى مستوى النفسية، حتى يعني ممكن تكون على مستوى العقلية نعم. فيما بعد نتيجة هالمخاطر نعم. فينا نقول هلأ في كثير أمهات بينبسطوا مثل ما قلنا من شوي إنه ابني عجعوج، ابني عم يأكل، حتى لو زادت كميات الأكل، فالولد طفل بمراحل عمره المبكرة مثل 4 سنين والخمس سنين عم يأكل كميات أكبر من عمره، مثلا ممكن عم يأكل رغيف على الوجبة أو أكثر، هون الأم بتنبسط. قديش هذا بشكل الخطورة على صحته، فينا نقول انه عم تتوسع معدته، بيصير بيطلب كميات اكل اكثر. صحيح. يعني نحن هاي العادات نحن بنبداها بالصغر، يعني انت تخيلي كمان مو بس 4 سنين، نحن حنقول الطفل اول ما بلش انه هو يتناول الغذاء، في بعض الامهات بيغصبوا الطفل انه هو لحتى ايوه تمام، فانه حتى بيكون هو عم يطلعوا لنا الاكل لانه هي بتمسكه بطريقه ما غصبا عنه، يعني هذا صار نحكي قبل السنه وقت اللي بلش ادخال ستوريت فود او الاطعمه الصلبه. فبالتالي ضروري جدا نحن ننتبه لدل الطفل عم ياكل، مو ضروري يكمل صحنه، نحن دائما انه حرام نكب الاكل ولا لازم يكمل صحنك، لا انا بسكب لو زاد ما بخليه يتضايق بطعميهم فيما بعد، يعني ما بكب الاكل بخبي له اياهم بياكلهم فيما بعد. الشيء كمان ضروري كثير انه نحن هو مو بس الاكل الطبخ والفطور والغداء عم ياكل اشياء، يعني انا مثلا عندي طفله هلا ذكرتيني فيها عمرها 4 سنوات، هي بالاضافه للوارد الحراري اللي عم تاكله بشكل اليومي في عندها 4 ببرونات حليب، فنحن اشتغلنا معها لهي البنوتة أول مرة أنه نحن حكينا معها كتير أنه أنت لازم تخففي من، يعني طلبنا من الأم أنه أنت الحليب اللي عم تعطيها بكاسة لأنه الببرونة هي بسرعة عم تشربه فبالتالي هي ما عم تستهلك الجهد حتى ما عم ياخذوا استهلاك طاقة بتناول هالمادة الغذائية، فهي عم تاخذ تقريبا بحدود ال 500 سعرة حرارية إضافية بالإضافة للوارد الحراري، فهي كل احتياجاتها ما حتتجاوز ال 1000 سعرة حرارية 1200، هي عم تاخذ ال 1500 وال 1200 من الأكل وعم تضيف لإلهم بحدود ال 500 سعرة من الحليب، فضروري جدا ننتبه للكمية والنوعية اللي عم يتناولها الطفل بأي عمر من الأعمار. هنا بنحكي عن موضوع التوازن، يعني ان كان بالموضوع الغذائي، ولكن احيانا الطفل انت ما فيك عليه، يعني بوجعك قلبك عليه بقول لك ما بدي، يعني بدي اكل بنفسي الاكله الفلانيه، فكتير مهم اليوم نفسيا نلعب على القصه، يعني كرمال نقدر نقنعه بهي الفكره. حكينا عن مرحله الطفوله، كمان احنا بنشوف مراهقين عندهم زياده واضحه بالوزن، يعني التقصير اللي صار بمرحله الطفوله خلينا نقول يعني بشكل نسبي على الاهل، انه انا اليوم أهملت طفلي، ابني كبر صار بعمر المراهقة يعني ثبت وزنه أكثر، يعني أنا هلأ انتبهت أنه ابني صار بده معالجة فهون صارت مشكلة. اليوم شو هي الإجراءات اللي ممكن ناخدها مع هذا الطفل خلينا نقول؟ حلو. هلأ في قاعدة بتقول أن تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي، يعني أنا إذا لحقته بمرحلة المراهقة أحسن ما أني أتركه لحتى بعدني على أمل أنه هو بعد 18 لح ينحف، لأنه أكيد ما لح ينحف. هلأ ضروري جدا نحن ننتبه أنه نحن كتير ضروري نأسس قواعد غذائية صحيحة بعمر سن المدرسة اللي هو بين 6 إلى 12 سنة، لأني أنا كنت كل ما كنت أعطيته قواعد صحية فهو لح يريحني بسن البلوغ أو سن المراهقة أو اليافعين بغض النظر عن المسمى، لأنه هو بهي المرحلة بيصير بيعتبر أنه هو مستقل، فأنا بدي أطلع أكل مع رفقاتي فاست فود، بدي أشرب مشروبات غازية، بدي أسهر، فنحن بنعرف كل ما سهرنا أكثر فلح ناكل أكثر، فبالتالي ضروري جدا اني انا اشتغل من قبل هاي المرحله. طب انا ما اشتغلت بهي المرحله، هلا تذكرت انه انا خاصه عند البنات، يعني احنا بفتره البلوغ لانه هي بتكون قبل الذكور، فبنلاحظ انه هي بسرعه صار في عندها زياده بالوزن او حتى بدانه، فانا بدي كثير يكون في عندي موضوع حوار. هلا نحن وقت اللي بنشتغل مع اطفال او يافعين ببرنامج مكافحه البدانه عند الاطفال، احيانا مو بس بنشتغل على الطفل، بنشتغل على الطفل على الام على الاب، يعني العيله كلها بتجي تساعدنا، لانه انا اليوم اذا بدي اشتغل معه وهو مثلا اخواته عم يجيبوا اكلات طيبه، عم يجيبوا حلويات، الاب بيجي باخر النهار، انا طول النهار كأم ملتزمه بالبرنامج مع ابني، وبيجي باخر النهار ابني الاب جايب مثلا نابلسيه، ولا بتكون مشكله اذا كان في بالبيت طفل نحيف وطفل سمين، هون الام كيف بدها تتعامل؟ يعني وقفي شوي ما خليك بغض النظر شو ما كانت اكله الحلو، فهذا بالتالي رح يخرب
حسب النظام الغذائي. صحيح. يعني نحن عندنا أدنى أكلة حلو بالقليلة فيها بحدود 400 ل 500 سعرة حرارية، فنحن دائما ننظر كميزان طاقة. يعني أنا عندي بده هو بحتاج 1800 سعرة حرارية، أنت كل يوم عم تزودي له بمصادر مختلفة بحدود ال 500، هدول بنهاية الأسبوع لكفيلين إنه يزيدوا على القليلة كيلوغرام. فبالتالي نحن بدنا نقعد مع الطفل، يكون في عنا جلسات حوارية، يكون في عنده هو تحمل مسؤولية. الشيء الثاني إنه نحن بدنا نحفزه. يعني أنا مثلاً أنا كمستوى شخصي بأول أسبوع طبق البرنامج أنا ممكن أعطيه مثل شهادة إنه هو طبق النظام الغذائي، بوعده مثلاً بس بعد 4 جلسات في إلك هدية. فانا دائما هذا بدي حسسه بالمسؤوليه، انه انا بجيب الا الام انا متاكده انه مثلا سامي اليوم هو رح يطبق البرنامج ورح يبعث لي صور بوجباته اللي هو طبقها. فانا دائما بكون انا حتى على تواصل مع الطفل، يعني في عندي طفل هو كل ما بياكل وجبه ببعث لي انه هو طبقها على مبدا الماي بليت اللي هو. طب احيانا كثير المراهقين بيكونوا عنيدين، ودائما فينا نقول الممنوع مرغوب، وخصوصا عند صحيح. المراهقين، كيف الاهل بدهم يقدروا يقنعوا هذا الطفل انه يروح لعند اختصاصي تغذيه، ياخذوه لعند اختصاصي تغذيه او يتبع نظام غذائي معين؟ احيانا بيلجؤوا للنوادي رياضه، بس في اطفال كثير بيكونوا عنيدين، يعني بصير عنده ردة فعل عكسية انه انا بدي اكل اكثر، انه لا صحيح. تاكل هاي الاكلة بتسمن، لا بصير يحبها بدي اكلها، هاي الاكلة بتنحف لا ما بدي اكل منها. كيف بدهم يتعاملوا؟ هلا هي انماط شخصيات، يعني احنا في عنا اشخاص بيجوا بالتحفيز، في اشخاص بيجوا لا انه انا بدي اقول له مخاطر الموضوع. يعني انا وقت بيجي لعندي ممكن يكون حاطط له على الشاشة انه ورجيه، اذا خاصة مثلا هو لسه بعده اقل بهذا العمر انه قلب تعبان. انا مثلا ضمن العيادة مثلا احيانا وقت اللي بقعد بشرح له انت حامل 10 كيلو بطاطا وماشي فيهم، طب مثلا في عندي مثلا كتب او شيء حجمه بيوازي يعني وزنه 10 كيلو، فبقول له انه هلا جرب احمله لانه احيانا ما بيقدرك شو يعني 10 كيلو، فانت عم تاكل فيهم وتشرب فيهم تروح على المدرسه فيهم وتنام فيهم، فهذا الشيء الخطر عم يكون على ركبك. احنا ما كنا نسمع صحيح. يعني انا مثلا احنا وصغار تذكري مثلا شو يعني واحد يقول له ظهري عم يوجعني، شو يعني ظهري عم يوجعني؟ فنحن وقت اللي بنقول له هي المخاطر بطريقه عمليه، محاذير اليوم يعني ينتبه عليها ويعرف انه اليوم بمرحله الخطوره. يعني اليوم نحن بحاجه لنظام غذائي باشراف المختص مع الاهل، طبعا بعد ما نتاكد انه نحن سليمين من الموضوع الصحي وما في شيء بموضوع الهرمونات. شكرا كثير لحضورك اليوم ولكل المعلومات اللي قدمتيها، واكيد بالصحه والسلامه لكل حدا ولكل اطفالنا. شكرا كثير لك على المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، بصراحه موضوع كثير مهم بالنسبه للطفل وللاهل كمان.